السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليتكم بخبز البيضة. هذا الخبز مليح بزاف في رمضان، طلبتوه مني بكثرة، وعلى بالي بلي كاين بزاف وصفات وداروه كامل، وانا اخر واحدة راح نديره، لكن لكل مشتركين تاوعي اللي طلبوا مني الوصفة. يلا تبعوا معايا هكذا باش تجربوه، اكيد راح تنال اعجابكم وتنجحوا فيه. تبعوا الوصفة للاخر. بالنسبة للعجينة واش فيها؟ عندي هنايا كاس نتاع الحليب دافي، مع كاس نتاع الماء دافي، راح نزيد معهم نص كاس نتاع الزيت، مع مغرفة كبيرة نتاع خميرة الخبز ومغرفة كبيرة نتاع السكر. نخلط مع بعض هاد المقادير تاعنا، بعد نزيد عليهم الملح هكداك، واحد المغرفة صغيرة نتاع الملح معمرة. نخلط كلش ونبقى نزيد في الفرينة حتى تلملي العجينة اللي تكون طرية، العجينة يعني ما نشفوهاش بزاف. اذا نبقى نزيد في الفرينة، ندير في الاول، ندير دفعة مليحة تاع الفرينة هكدا، من بعد نبدا نزيد غير بشوية، دوك نبدا نلم فيها حتى تتلملي. اذا هاي العجينه تحصلنا عليها، لاحظتوا الطريقه، يعني نلم وندلك في نفس الوقت. العجينه لازم نخلوها شويه تلصق، ماشي بزاف لكن تحسيها انها شويه تلصق في اليد. دونك شرح ندلها هنا، نحبسو، شتو لميتها فقط، يعني دليك يا ربي دقيقه. من بعد نغطي بكيس بلاستيكي، يعني هذه المرحله لازمه في اي خبز ولا في اي معجنه، ونخليه يرتاح على الاقل نص ساعه حتى تشوفيه خمر، ولا على حساب الجو نتاع الكوزينه تاعك، وعلى حساب الفصل اللي نكونوا فيه، الصيف ولا الشتاء، نخليه يخمر نعاود نرجع لكم. بعد ما خمرت العجينه شوفوا كيفاش طلعت لي، خليتها يعني ضعفت الحجم نتاعها. انا من بعد واش ندير؟ راح نستعملوا الزيت، ندير شويه زيت في يدي هكذا باش نحو العجينه. العجينه راح تحسيها خفيفه، هذه الكميه راح ندير لنا زوج خبزات. اذا نقطع النص الاول، بما انه الزيت راهي في يدي، شوفوا العجينه شحال تجي رطبه وشابه بزاف. نحكم السنيوه اللي راح ندير فيها الخبز نتاعنا، نزيد ندير فيه شويه نتاع الزيت، ونحط فوقه العجينه نتاعنا بهذه الطريقه. نزيد الخبزه الثانيه بنفس الطريقه، ونخلوها ترتاح هكداك واحد زوج دقائق ثلاثه، باش كي نجي نفتحها تجيني سهله. بعد ما ارتاحت شويه هكداك الوقت، واحد دقيقه ولا، المهم باش تجيك سهله باش تفتحيها، نفتحها خبزه. دوك السمك تاعو كل واحد وكيفاش، تقدري ترقيه بزاف كيما حبيتي، الماكله دائما تبقى مساله اذواق. اذا نعاود بعد ما فتحتها نغطيها ونخليها على الاقل 10 دقائق تعاود تخمر لنا، ونزيد نفتح الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. من بعد ما خمرني الخبز شويه شوفوا كيفاش طلع لي. دوك واش ندير؟ ندير يدي في شويه نتاع الزيت غير هكذا، وندير له الشكل نتاع الخبز البيضه نتاعنا بهذه الطريقه هكذا غير بصبعنا، ولازم تستعملي الزيت باش صباعك ما يلصقوش في العجينة بهذه الطريقة. ونزيد له ماء هكذا بالعرض هكذا باش ندير على شكل مربعات، هذا ما كان. من بعد هنا عندي حبال تاع بيض كاملة اللي كنت خلطتها مليح، كما تقدري ديري غير الصفر مع الحليب، انا نفضل ندير بيضة كاملة. ندهن كامل الوجه لكن غير بالعقل باش ما نهبطلوش الخمور نتاعو، يعني حتى الخبزه الثانيه ها راهي كملها درت لها نفس المراحل. من بعد ندير لها شويه نتاع الساندوتش، ونخلط لها شويه نتاع الجلجلان كما حبيتي، ونسخن الفرن تاعي مباشره على 190-200 درجه حتى يطيب من التحت ومن الفوق، يتحمر مليح مليح باش نخرجو.
الوصفة تاع نهار اليوم هي معنا وجدة زوج خبزات، عجينة سهلة ما دلكتها بزاف، ما تعبت معها في رمضان، روعة. إذا كنتوا عائلة صغيرة قسمي كامل المقادير، يعني حتى الخميرة ديري نص مغرفة كبيرة ونص مغرفة كبيرة نتاع السكر. ها هو معنا الخبز، هذا الخبز هذا وين طابت شوفوا معنا، يجي هايل ويجي خفيف كي تخرجه من الاول، يكون شويه شد روحه ما راح يولي طري. راح نقسم لكم منه هذا الخبز باش تشوفوا القوام تاعو عن قرب كيفاش داير. اذا بسم الله، اخفيف اخفيف اخفيف، بونج يا البنات بونج، وشفتوا ما تعبناش كامل امعاه. ها هو معنا الخبز نتاعنا، ما عليكم غير تجربوه، خاصة الأخوات يطلبوا مني الوصفة. ها هو خبز البيضة التركي معنا، جربوا الوصفة وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.